السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير زي ما اتفقنا قبل كده، وزي ما قلنا من هنا ورايح باذن الله، او من هنا وجاي باذن الله، هندعي لفلسطين في كل بدايه فيديو. ان شاء الله ربنا ينصرهم، ان شاء الله ربنا يثبتهم، ان شاء الله ربنا يشفي مرضاهم، ان شاء الله ربنا يداوي جرحاهم، ان شاء الله ربنا يحرر المسجد الاقصى قريبا باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بشارك معاكم فيديو جديد عن الجزائر العظيمه، عن الجزائر الرائده. وزي ما اتفقنا قبل كده وقلنا كتير 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 ان الجزائر ولا كلامي ولا بكلام غيري، والجزائر اكبر من اي كلام، ومش محتاجه كلامي ولا محتاجه كلام حد، لان الجزائر دوله رائده، دوله عظيمه، دوله قويه، دوله بجد الواحد يفخر بيها كل مسلم وكل عربي ان هي موجوده في الوطن العربي. خلينا نشوف الفيديو، بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. المعامله الحسنه وحسن الضيافه وجوده الخدمات من العوامل التي زادت في توافد التونسيين إلى الجزائر. عجبتني برشا وياسر يرحبوا بالعبيد ويضحكوا في وجه العبد ويخليك تحب تزيد تقعد في هنا. ننصحكم يجيو وشوفوا الجزائر، ياسر مزيانة وما تندموش جملة، خاطرها بلاصة ياسر محليها، مش كيما ما تتوقعوها، راهي خير برشا. كلها إن شاء الله من حسن إلى أحسن وفيني نومبو. لا يمكن زيارة الجزائر العاصمة دون التعرف على أحد معالمها ورموزها، مقام الشهيد. هذا النصب التذكاري للثورة الجزائرية الذي يعد تحفة معمارية يطل على الجزائر العاصمة. واش راهي بحداك القبة، واش روح الوليد فلان، واش راهي بحداك القبة، واش روح الوليد فلان، قولي لوراني في غربة، من وحش مشعلت نيران، من وحش مشعلت نيران. وحدني غريب أنا عايش، وحدني غريب أنا عايش، وحدني غريب، يا هتف ليك العنوان، كلم للوطن الحبيب، الحبيب الحبيب، كلم للوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان. شعوري ما تتصوروش، ما نجمش نوصفهولكم، تلمو استنيت هكا هاللحظة اني نجي لألجي العاصمة، معناها في بلاد شقيقة قريبة لتونس، واحنا عنا تاريخ مشترك وكل، لكن الفرحة بأهالي اللي ريتها في عيون الجزائرية اخواننا اشقائنا كانت لا تضاهيها فرحة، لهذا كنا سعداء وان شاء الله نعاودوها الجاية، وانتو احنا مستنسين بيكم، متعودين على زياراتكم الحلوة للجزائريين في تونس، احنا توا بدلنا السبر، احنا نجيوكم على طول العام وانتوما تجيونا فترة الصيف، دونك يولي بالحق مندمجة الحكاية، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله الجزائر في ألف خير وفي أمن وأمان. من مقام الشهيد إلى أحد الأحياء العريقة في قلب العاصمة، بحيث تستقبل الوافدة إلى الجزائر كأنها ملكة على عرش الجمال. أزقتها الضيقة والملتوية تحكي قصص شعوب مرت من هنا، إنها القصبة. الوحش كتر عليا من بيلفور كبير الشام، خليت فيه ريحة والدية وحباب ناسي والجيران، حبابي وناسي الجيران. وحدني غريب أنا عايش، وحدني غريب أنا عايش، وحدني غريب، يا هتف ليك العنوان، كلم للوطن الحبيب. عجبتني العاصمة، حلوة برشا، أحلى من عواصم أوروبا، حلوة حلوة برشا، وأحلى منها سكانها الحلوين،
اللي عندهم بشاشة وحسن ضيافة. فيف لالجيري، فيف لاتونيزي. المهم احنا فرحانين فرحانين وفرحانين، معناها ما تتصوروناش كيفاش الفرحة، فرحة بزاف. احنا نحبوكم برشا يا جزائري، قصبة حلوة ان شاء الله نزوروها مرة بركة شوية علينا، يلزمنا عديد المرات، ولي ثاني مرة نزور الجزائر واول مرة نزور العاصمة، ان شاء الله في عودة اخرى هيك خاطر شوية شوية علينا، ني معناها لو طون ني ريان دي تو، شوية شوية سيرتو معناها كي نجيو لبلاصة جميلة هيك حلوة حلوة ما تتصورش كيفاش نحبوا نعاودوا ونرجعوا نقعدوا اكثر وقت، لكن لا غالب الوقت يحكم فينا. فهمت؟ الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان. لتستمر جولتنا السياحية بشوارع العاصمة مرورا بحديقة التجارب إلى قصر من قصور التاريخ الجزائري. واش حالك يا حومة بابا الو الو، واش راهي بحداك القبة، واش روحة لوليد فلان، واش راهي بحداك القبة، واش روحة لوليد فلان، قولي لوراني في غربة من وحش مشعلة نيران، من وحش مشاعر نيران. وحدني غريب أنا عايش وحدني غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة وفرحانة برشا اللي أنا في الجزائر بحديكم وأول مرة نجي. بصراحة عمري ما كنت أتصور روحي نجي للجزائر. أول حاجة جلبتني الطبيعة، ما أحلاها، جبال وخضار وماء وما شاء الله. وثاني حاجة رحابة الصدر نتاع الجزائريين، وين ما ندخلوا فرحانين بينا برشا برشا. العاصمة روعة. والله روعة بالحق، ما كنتش تصورها هكي، ما كنت نتخيلها الجزائر ما مش بالصورة اللي لقيتها. روعة عجبتني كل شيء، والله كل شيء عجبني. راجلي شجعني قال لي امشي تفرد وتعجبك الجزائر. وقبل ما نجي معناتها بشويه بقي مش قلت مش بشكون يعني سفره باهيه، وبعد ما شاء الله والله حتى التو عاملين جو في كل شيء. وجهتنا هذه المره كانت ولايه تيبازا، مدينه تضرب بجذورها في اعماق التاريخ، فهي الى اليوم لا تزال تحتضن كنوزا اثريه تتحدث بكل اللغات التي مرت على هذا المكان واستوطنته. ولعل من أهم المعالم التاريخية المذهلة التي تزخر بها محافظة تيبازا هو ذلك الضريح الذي يحلو لسكان هذه الولاية تسميته بقبر الرومية. لا فيريتي الجزائر انا سمعت عليها من قبل برشا، فهمتي كلام طيب وكلام زوين كما تقولوا انتم، لكن ما توقعتش باش نلقاها بالجمال هذا وبال
تبارك الله بالليتوندو والكبر والمناظر الطبيعية والثراء الثقافي والثراء الطبيعي. تبارك الله مناظر خلابة في الجزائر، معناتها امتداد كبير. تبارك الله عندنا وين تغزر تلقى لابوتي ما شاء الله. وزاد وقيت زاد حاجه ما كنتش متوقعها، انفراستركتور ما شاء الله، يعني ديني دون دون غروند ميتروبول كوم باري بار اكزومبل. هذا ما كنتش نتوقعه باش نلقاه في 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 الجي، خاصه ما شاء الله يعني بلاد تبارك الله، فهمت، كبر و انفراستركتور. ان شاء الله مش تولي عندي نوع من التراديسيون، نصير نرجع بيان سور، بالطبيعه بيان سور، هذه حاجه مؤكده. والله التونسيين ننصحهم باش يزوروا الجزائر، فهمتي، يعني سي اون اوبورتونيتي باهيه برشا باش يزوروا الجزائر. والله برشا حوايج اثروا فيا، يعني المناظر الطبيعيه الجميله برشا، فهمت، وال الطبيعة المونتانيوز اللي عندكم ما شاء الله، يعني والفهمت ليفي. ومن تيبازا إلى مدينة شرشال الساحلية، مدينة تاريخية بما تحمله من مباني وأثار حضارية عايشت. الحقيقة كنت ماخذة صورة على الجزائر، وقت اللي جيت للجزائر نلقى العكس تماما. هي أساسا الرحلة ما كانتش بروغرامي، كانت موجهة لإسطنبول. بعدين دخلت على الفيسبوك نلقى صور رائعة، الجيجة، السطيف، العلمة، الجزائر العاصمة. يعني قلت علاش ما نكشفش يعني بلادكم، هي جارتنا، يعني معروفة دائما تونس والجزائر هما جيران، والبلدان الأخرى يعني احنا ديجا نعرفوهم. لكن وقت اللي جيت بصراحة أبهرتني الجزائر، ما كنتش نتصورها في مستوى عندها جمال طبيعة غير طبيعي، بنى تحتية فوق الخيال. يعني عجبتني صورت الأنفاق ولا احنا نسموهم التروت ولا الجسور المعلقة، أساسا ما شفتهمش حتى في أوروبا. نلقى يعني الطابع الباريسي، حتى وقت تجولت في شوارع سطيف حسيت نفسي كأني أتجول في شوارع باريس. لقيت فيها بصراحة رائعة وأكثر من رائعة. واللي شد انتباهي أكثر هي حفاوة الشعب الجزائري. عمري ما كنت أتصور أنه شعب مضياف لهالدرجة، يعني شعب رائع جدا، شعب راقي في تعامله، يعني يعرض في خدماته بطريقة أنه إحنا ما حاسينش نفسنا أن إحنا جايين أجانب أو سياح، إحنا حاسين أنفسنا أن إحنا ضيوف عند الجزائريين. وحتى يعني بعد أزياء يقولوا احنا ما نش حاسين روحنا في شعب، يعني في بلد شقيق، احنا حاسين روحنا كأن احنا نجولوا في تونس. العاصمة عجبتني فيها كل شيء، من إذا نحكوا على الطبيعة، الجبال اللي فيها، الأنفاق، الشوارع، بعض المباني اللي فيها، هذه كل العاصمة، يعني كلها، يعني فيش حاجة مجزأة، كل حاجة تبهرنا. هذه الجزائر يعني عندها الجمال هذا، يعني الجزائر عندها الشعب الرائع هذا. أوجه كلمة شكر للجزائر على حسن الاستقبال، على طيبة الشعب الجزائري، على حفاوته، على الخدمات اللي قدمها وبدون مقابل. وركز على كلمة خدمات بدون مقابل، اللي خلف في الفعل حسنا اللي احنا في بيتنا ومانيش في بلد ثاني اخر. السلام عليكم جزائر. سلام جزائر. نزور مدينة الشرق الغالي، سنطينا بلاد الفن والعلوم، وعلى جسورها النظرات حلالي، روح بن بادي سعليها وتحوم، عالنابة فيها نريح بالي، جيج اللوب جاية فيها نعوم، عين الفوارة في الصيف العالي، وجبال أوراس تشهد بالي. والله ما نسيت عني بالغالية، سلطينا وصيف العالية، بنيدي نارها في قلبي قاعها هادية، هو الفن كيف سهل وفرقت لقدت عنه، هو الفن كيف سهل وفرقت لقدت عنه.
البلد العربي الوحيد الذي يرفض تأشيرات الأوروبيين، والسفر إلى كوريا الشمالية ودخولها أسهل من السفر إلى هذا البلد العربي، يفرض على الجميع شروطاً تعجيزية، وحتى لو حققها الشخص قد يرفض طلبه، فأصبحت زيارة هذا البلد أشبه بضربة حظ أو سحب ورقة يا نصيب. وإن كنت محظوظاً بما فيه الكفاية ستمنح تصريح الدخول إلى ذلك البلد. الجزائر البلد العربي الأكبر والأكثر تنوعاً، منه خرج مالك بن نبي خليفة بن خلدون وصاحب شروط النهضة. هنا ولدت موسيقى الراي، وخرج الشاب خالد غازياً العالم الغربي بأسلوب غناء فريد وثقافة مختلفة. ومن هنا أيضاً خرج بنزيمة وزين الدين زيدان ورياض محرز، واحترفوا في أقوى أندية العالم. بلاد مغلقة على نفسها، لكنها تصدر للعالم أفضل الكتاب والشعراء والفنانين والرياضيين. وإذا قلت كلمة الجزائر يجب أن تتبعها بجملة بلد المليون ونصف مليون شهيد، ففي هذه البلاد لا شيء يطغى على شهرة تضحيات الجزائريين ضد المستعمر الفرنسي. أسرار كثيرة وحقائق غريبة عن بلاد ترفض دخول الأجانب إليها. وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، وبعد ما شفنا الفيديو الرائع ده اللي بيتكلم عن الجزائر وعن عظمة الجزائر وعن روعة الجزائر، أنا بجد مش لاقي كلام أقوله أعبر بيه عن سعادتي وفخري واعتزازي بشعب الجزائر العظيم. مش لاقي كلام أقوله أعبر بيه قد إيه إن أنا مبسوط إن في دولة عربية ودولة إسلامية موجودة في الوطن العربي اسمها الجزائر. وأنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.